السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوات أمينة. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم الحريرة حامضة. الحريرة إن شاء الله مكونات كثيرة، كندير أنا مكونات كاملة. غادي نمشيو لطريقة التحضير والمقادير باش ما نطولش عليكم. غنجيبو واحد الكوكوت، عندي هنا شي جوج معلقة نتوع البصلة محكوكين، عندي قزبور ومعدنوس، عندي كانوا عندي في المجمد شي جوج معالق كبار. من بعد غادي نزيد ان شاء الله الربيع. عندي حمص مفسك كنديرها في المجمد، كاس تاع العنبه، شي 3 معالق العدس مغسول منقي ومغسول، ثلاثة المعالق ديال الرز عادي مغسول حتى هو، جوج معالق الفول هو مغسول. كندير كل شي دقة واحدة. عندي شي جوج معالق كبار عامرين مزيان بالكرافس، عندي ماتشات ديال الدار محكوكة كنديرها في المجمد، عندي مطشه مصبره شي جوج معالق كبار ما غاديش نديرها حتى الاخر. عندي هنا التوابل الملح على حسب الذوق، تنشوف واش تقدني ولا نزيد. عندي واحد الطويمه تاع الزعفران، معلقه صغيره تاع السكنجبير، معلقه ديال الكركم ولا خرقوم عود، وعندي نص معلقه شويه ديال البزار، ما نكتروش بزاف حتى الحريره كيبان فيها الحرور دغيا هي شويه. عندي زيت العود غادي ندير شي 3 المعالق، غادي ندير ربعة، جاوني 3 قلال، ربعة المعالق تاع الزيت العود، صافي وردو هادشي ونرجعو من بعد. رديت الكوكوت ديالي فوق البوطة، غادي نخوي عليها الما، ندير واحد لتر بعدا هو اللول، نزيد إتر آخر هي جوج إترو، وردو نسد عليهم وردهم يطيبو، ومن بعد نرجعو. هنا غادي نخلط الطحين باش ندور الحريره ديالي، درت هنا كاس ونص تاع الدقيق الفورص، هنا غنضيف لي هاديك ماطشه المصبره ديال الحب، غادي نطربها مزيان مع الدقيق حتى تطرب ليا مزيان. غادي نزيد واحد الكميه ديال المعدنوس قزبور ومعدنوس، وعندي هنا واحد شويه تاع الشعريه رقيقه متوسطه هي شويه، وعندي واحد الضمه ديال الحريره. هنا من بعد ما طاب ليا الحمص وهذوك المكونات كاملين، غادي نزيد عليهم هذيك الشعريه، نزيد عليهم ديك الطويمه،
وغادي ندير الدقيق ديالي اللي طربت ومطيشه ونحرك. انا كنحرك وانا كنخوي الدقيق. حرك مزيان غادي نزيد هذاك داك القزبور انا كيعجبني القزبور كثير في الحريره. هذه الحريره ديالي بعد ما طابت تتجي على هذا القوام هذا لهذا الشكل كتجي كتشهي وريحتها طالعه رائعه كتشهي صافي. بعد ما طابت لي الشعريه والدقيق اللي دورت به الحريره غادي نتلاقاو ان شاء الله الشكل النهائي ديال الحريره ديالنا. هذه هي الحريره ديالي من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي على هاد الشكل هادي كتجي لذيذة وزوينة. هادي هي الحريرة ديالي كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردو ليا الخبر في الكومنتير وديرو ليا لايك واشتراك وبارطاجيو ليا الفيديو باش العم الفائدة للجميع. وشكرا وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.